بسرعة 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 سيارة بعائلة. من الصباح الباكر فرقنا منتشرة بعموم مدينة الموصل، هي مو سيول، ماكو يعني حوادث سيول عندنا، لكنه عندنا غزارة الأمطار أدت إلى انغمار بعض المناطق، وهذه المناطق طبعا معروفة بالنسبة لأهل الموصل، مثلا منطقة الغزلاني، منطقة الدواسة، منطقة الطوافة، مناطق أخرى بمدينة الموصل الناس أيضا تعرفها. فإحنا حاليا متواجدين فقط لإنقاذ العوائل العالقة بالنسبة للدور السكنية، يعني الواجب حقيقة هو المفروض يكون يعني تكميلي للأجهزة الخدمية. احنا واجبنا يقتصر على أستاذ، ممكن سؤال أسألك؟ نعم. يعني حاليا احنا هذا بدل ما ندخل اختبارات، احنا حاليا هذا المطر هو اختبار للدفاع المدني. نعم أكيد. شنو هي المسائل اللي غير موجودة عندكم اللي تعيق عملكم؟ حقيقة احنا يعني دا نعمل بالممكن. احنا عجلاتنا جاهزة، اجهزتنا جاهزة، كوادرنا جاهزة متمرسة على هكذا امور، لكنه الجهد اللي يفترض هسه يكون موجود بالمدينة، جهد الاجهزة الخدمية ايضا، يعني البلدية الماء والمجاري تكون تواكبنا بهذا العمل. يعني مثلا سحب المياه من هاي المناطق، احنا واجبنا مثل ما اسلفت انه انقاذ الناس العالقين، زين انقاذهم واخلاءهم الى مناطق امنه، لكنه سحب المياه وفتح المجاري هذا من واجب الدوائر الخدميه. دخلت القوه بالانذار من صباح امس يوم الخميس، ابلغنا السيد المدير وجاءت بقيه من العامه بدخول القوه بالانذار لاحتمال وجود حالات فيضان بسبب هطول الامطار الكثيفه على مدينه الموصل، وحاليا فرقنا منتشره في عموم المحافظه وخصوصا في مدينة الموصل في الأماكن التي يتوقع فيها حصول فيضان. نعم. كم آلية عندك هسه حاليا بالأيمن؟ حاليا هناك 16 آلية تعمل في قاطع الأيمن، منتشرة في الأماكن القديمة وفي المناطق التي يتوقع فيها حصول فيضان. نعم. المناطق اللي أكدت عليها وقوف العجلات مع الدفاع المدني وين أي مناطق؟ مناطق المغمورة دائما في هذه المنطقة هي منطقة الدندان، منطقة الجوسق والدواسة والعقيادات ومنطقة المأمون والمنطقة القديمة. ما صار عندنا حوادث يعني مثلا طفل توفى إلى رحمة الله؟ لم نرصد لحد الآن أي حالة وفاة أو حالة إصابة. معظم الحالات التي نقوم بإسعافها هي حالات الحرجة، الإمرأة اللي عندها ولادة، المرأة المريضة اللي عنده عائلة محصورة حتى في داخل السيارة. من الإسعافات الأولية البسيطة نقدر نقوم بها كحال إذا مثلا حالات اختناق، حالات تنفس اصطناعي، إذا جروح بسيطة، كدمات بسيطة من الدرجة الثالثة أو الرابعة اللي ما تشكل خطورة، مجرد إسعاف أولي بسيط، وبعدين نقوم بإيصال هذه العائلة أو المريض إلى أقرب وحدة صحية تقوم بإجراء اللازم لذلك. عندنا هاي المواد موجودة تتوفر؟ نعم تتوفر، أكو في كل عجلة إطفاء أكو حقيبة متوفرة للإسعافات الأولية. من يوصلها للمستشفيات؟ نعم احنا نقوم بإيصالها ومساعدة جماعة الإسعاف الفوري، إمكانياتهم محدودة وآلياتهم قليلة، نقوم بإيصالها إلى أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى ضمن الرقعة الجغرافية وقاطع العمليات. منذ الصباح الباكر تلقينا النداءات عن طريق شعبة العمليات في مديريتنا بوجود عوائل محصورة نتيجة السيول والفيضانات الحاصلة نتيجة هطول الأمطار بشكل كبير، وعلى الفور توجهنا إلى مناطق الدواسة، الغزلاني، إلى الجوسق، الدندان، الطيران، استطعنا أن نجلي عوائل كانت محصورة. منسوب المياه أكثر من نصف متر في بعض المناطق؟ نعم في بعض المناطق أكثر من نصف متر، تقريبا نقول تقريبا 80 سنتيم أو 90 سنتيم. شلون الوضع جوا؟ والله الوضع يعني حاليا هسه الوضع شويه منسوب المياه شويه خف، بس بعد كان اكو عوائل تم استخراجهم. يا اخي يا حكومه يا برلمانيون، اذا انتم ترضونها على انفسكم احنا راضينها والله،
وينكم يعني شنو هالميات هاي؟ المجاري ليش ما تشتغل؟ ما يصير هيك والله العظيم ما يصير، هسه السيارات كلها طافيه هناك، والله المي تحجي لوين؟ صور صور شوف المي لوين؟ داخل الصدر قرقانه الدنيا والله العظيم، يرضونها على انفسهم هم يرضونها ببيوتهم هيك، مو اللي قاعدين بربيل واللي قاعدين بالخضراء وهاي المهجومه الدنيا فلوسنا ويروحون يقعدون. عمي واقسم لك بالله اقسم لك بالله باربيل معجرين فلل وبانين فلل وعندهم فلل والله العظيم وبدمشق وما اريد نسولف. انا من صلاح الدين، انا من صلاح الدين وهنا جيت هسه طالع غاد هاي صار ساعه هنا واقفين هنا نسحب بالعالم صار ساعه هاي تباوع ها شوف الدفاع المدني بارك الله بيهم. والله انا من الصبح هذا حق سيارتي قاعد اطلع سيارات اي والله تطوع جنابك اي والله هيك هاي من الثمانية الصبح الله بيك عبر الرابع وفوتهم على من اللي خلاك تسوي العمل هذا؟ على مولد وطني كل اطفال بالشارع وهذه بالسيارات بالموصل عائله واحده احنا اي نعم اي نعم والله الاطفال هاي كلها بالشارع.